لا ما حتخرج دحين لأي مكان، والآخر مرة بقول لك هيا قفل الباب ولمصلحتك. أنا هنا راجل البيت، كلمتي هي اللي تمشي. لو قلت خارج يعني خارج. لو خرجت ما حيصير خير، سويها كده وريني. خارج يعني خارج. شوفي إيش اللي معك. ماما يبقوا دزاز رضوى عشان كذا. دجاج رضوى كل الطعم وأكثر. قلت لك خارج يعني خارج. بس اتمشى في الحوش.